للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا سركيس نزار، محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب. أهلا بك. مع هذه الضغوط التي نشهدها على الاسترليني عند أدنى مستوياته على الإطلاق، هل من المتوقع أن نصل لمرحلة كسر مستوى التعادل تماشيا مع ما حدث مع اليورو في الفترات الماضية؟ نهاركم سعيد. بالفعل شهدنا انخفاضات قياسية للجنيه الاسترليني مقابل عدة عملات، كان من ضمنها الدولار الامريكي، حيث تم تداول الجنيه هذا اليوم عند دولار وثلاث سنتات امريكية لاول مرة بالتاريخ، ويبدو بان لعوائد السندات توضيحات على ما يحصل في المملكة المتحدة. فرغم ان عوائد السندات الامريكية على سبيل المثال امد استحقاق 10 سنوات هي اعلى من عديد من العوائد الأخرى لسندات مثل اليابان مثل ألمانيا، لكن هذا اليوم لاحظت بأن عوائد السندات البريطانية أعلى من مثيلتها الأمريكية بأكثر من 5 نقاط أساس. هذا يدل بأن هنالك انخفاض كبير بالثقة في الاقتصاد البريطاني. التخفيضات التي تتوجه الحكومة لإجرائها على الضرائب على الشركات وغيرها، هذا الأمر قد يصب في ضد صالح العجز الكبير الذي بالأصل تعاني منه المملكة المتحدة. الركود اقتصادي على ما يبدو سيكون قريب، وهذا الركود الاقتصادي هو من النوع الركود التضخمي في ظل معدلات تضخم حاليا عند 9.9% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين. حتى بنك إنجلترا المركزي يرى بأن المستقبل الاقتصادي سيشمل انكماش اقتصادي على فترات زمنية طويلة، كل ذلك يضغط على الجنيه الاسترليني الذي ينخفض مع تذبذبات كبيرة جدا بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أعتقد بأن الجنيه الاسترليني سيستمر بالفعل بانخفاض، ومستويات قرب نقطة التعادل لا أستبعدها أبدا، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بعض الظروف التي حصلت في الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي. على سبيل المثال تدخل بنك اليابان المركزي في أسعار الصرف لإيقاف الانزلاق الذي شهده الين الياباني. هنا اقتصاديا وأساسيا أتوقع أن يبقى الجنيه الاسترليني في اتجاه هابط، لكن هنالك بعض الأحاديث عن توجه بنك إنجلترا المركزي لإجراء تدخل إن كان من خلال رفع الفائدة أو غيرها من الإجراءات لإيقاف هذا النزيف للجنيه الاسترليني. كملخص، الجنيه الاسترليني في اتجاه هابط على الأرجح أمام الدولار الأمريكي ما لم نرى تحركات مباشرة من بنك إنجلترا المركزي لإيقاف هذا النزيف الذي يشهده الجنيه الاسترليني مقابل سلة من العملات. طيب يعني بالنسبة للأصول الأخرى فعليا يعني شاهدنا الأبرز كان يعني دخول مستثمرين على الدولار الأمريكي، هل فعليا اليوم يعني يمكننا القول بأن الدولار أصبح أبرز الملاذات الآمنة الآن في الوقت الراهن على الرغم من التطورات الأخيرة والمخاوف الاقتصادية المتعلقة بالركود والتوترات الجيوسياسية؟ هنا نتحدث عن التراجعات المستمرة على الذهب فعليا الذي كان يلعب الدور الأبرز كملاذ آمن سواء بالنسبة للتضخم وغيرها من المخاوف الاقتصادية. بالفعل الدولار الأمريكي يبدو الآن هو وجهة النقد ووجهة الأموال في عديد من دول العالم. عندما نتحدث عن ركود اقتصادي تضخمي في هذه الحالة، يبدو بأن المستثمرين يرون بأن العوائد قد لا تكون مناسبة للارتفاعات الهائلة في التضخم فيما إذا استثمروا في عديد من الأصول، وهذا ما يجعلهم يتوجهوا إلى الدولار الأمريكي. لماذا الدولار الأمريكي؟ الدولار الأمريكي يعتبر النقد الأول في الأسواق، وعندما تسود حالة من التشاؤم نرى توجه إلى النقد. وأريد أن أشير أيضا إلى زيادة جاذبية السندات بشكل عام، زيادة جاذبية أيضا الإيداعات والودائع المصرفية بفعل تحصيل حاصل لرفع الفائدة في البنوك المركزية، وهذا كله أيضا يدعم طلب النقد على حساب أصول أخرى مثل الذهب. تعودنا أن نرى الذهب أن يكون ملاذا آمنا، لكن في نفس الوقت توقعات رفع الفائدة في عديد من البنوك المركزية في العالم، قوة الدولار أيضا، وحقيقة أن الذهب لا يدر عائد بذاته بل يستخدمه المستثمرون كاستخدام لفروقات السعر السوقي. بالتالي واجه سعر الذهب الضغط الهابط الذي شهدناه خلال الفترة الماضية، ولا أستبعد أيضا أن نشهد مزيدا من الضغط على الذهب في وقت يتوقع
وجه فيه المستثمرون للتخارج من أسواق الأسهم إن صح التعبير، التخارج من عديد من الاستثمارات في ظل توقعات سلبية جدا للاقتصاد العالمي وليس فقط الأمريكي. وبذلك أعتقد بأن الدولار الأمريكي الذي يقترب من 114 نقطة بحسب مؤشر الدولار أنه على الأرجح سيستمر في اتجاه الصاعد، أتكلم 115 نقطة، ولا أستبعد أبدا أن نرى مستويات وصلها المؤشر عام 2001 قريب من 120 نقطة على المدى المتوسط، مع عدم استبعاد بعض التصحيحات الهابطة بين الحين والآخر. فالدولار على ما يبدو هو الوجهة الأولى الآن في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية. نعم، من بعد التراجعات التي تحدثت عنها فيما يتعلق بالذهب، نتحول هذه المرة للحديث عن الخامات والضغوط التي نشهدها في جلسة هذا اليوم على أسعار النفط التي كسر فيها خام برنت مستويات ال 85 دولارا. برأيك مع قوة الدولار واستمرار الانخفاضات التي نشهدها على أسعار النفط، كيف لربما ستكون التحركات من قبل أوبك بلس في الفترة المقبلة من بعد هذا الاتجاه لأسعار النفط؟ وكيف سيكون انعكاس ارتفاع الدولار أيضا على الدول التي تقوم بشراء النفط وتأثيرها أيضا بارتفاع التكاليف عليها؟ بالفعل الارتفاع في التكاليف يحد من واردات النفط للدول التي تشهد عملاتها انخفاض كبير في سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي. مثلا على سبيل المثال اليورو الذي انخفض إلى 95 سنت للدولار الواحد هذا اليوم، وهذا أيضا سيرفع التكاليف. لكن الانخفاض الكبير في أسعار النفط قد يكون سبب لإجراءات جديدة من منظمة أوبك والحلفاء. شهدنا خفض قليل في الإنتاجية في الاجتماع الأخير، وكانت أوبك واضحة جدا في توجهها للإشارة إلى أن الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة هو أولوية، وانخفاض أسعار النفط المتواصل لا يعتبر أبدا استقرار في أسعار الطاقة. وصلنا أسعار النفط إلى ما قبل بداية التوترات الجيوسياسية، وهنا بدأنا في مرحلة قد تكون بحاجة لتدخلات مباشرة من المنتجين. أعتقد بأن أسعار النفط ستستمر بانخفاضها على المدى القصير، لكن على المدى الأبعد قليلا. أعتقد بداية مع اقترابنا من فصل الشتاء سيتزايد على الأرجح الطلب على النفط، وتحديدا ممكن خلال الربع الرابع المقبل، وهذا سيرافقه على الأرجح أيضا تدخلات من المنتجين للسيطرة على هذا الانخفاض الكبير بأسعار النفط. وبالتالي أعتقد بأننا أمام احتمالية بداية موجة صاعدة، لا أتكلم بارتفاعات هائلة، لكن أتكلم عن تصحيحات صاعدة، أتكلم عن إعادة تسعير للنفط، أتحدث عن أسعار فوق 90 دولار بالنسبة لعقود برنت خلال الفترة متوسطة الأمد. لكن مرة أخرى مع عدم استبعادي لمزيد من الضغط الهابط حاليا في ظل المخاوف من انخفاض الطلب العالمي بفعل التباطؤ الاقتصادي الذي يشمل كبرى الدول المستهلكة. نشكرك سركيس نزار، وأنت محلل أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.